اهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية فقرتنا مهمة جدا لكل ال... كل الناس خلاص خلاص احنا طول النهار ماسكين موبايلات وباصين قاعدين وب... خلاص الموضوع عدى مرحلة انه نقعد كويس الكمبيوتر ده زمان كان بيبقى فيه كمبيوتر وقاعدين شايفينه دلوقتي حتة بتاع كده ساحلنا كلنا وراه ماشيين بنبص فيه ففجأة تصحى تلاقي آلام مرعبة في الظهر في الرقبة آه على كل المستويات كبار صغيرين فطبعا آه قد يكون يحصل انزلاق ممكن يحصل حاجه محتاجين بس نشخص الالم ده جاي منين ونعرف آه نعالجه ازاي انا بيشرفني آه في الحلقه النهارده دكتور محمد موسى دكتوراه واستشاري الام العمود الفقري آه بكليه طب جامعه القاهره واستشاري ومدرس علاج الالام بكلية طب آه جامعه المنصوره منورنا يا دكتور هو ده ايه ده انزلاق ده ولا ده ايه يا دكتور طبعا بسم الله الرحمن الرحيم بدايه احنا بنتكلم عن الام الرقبه طبعا هي بيبقى ليها اسباب كتيره يعني منها طبعا ضعف العضلات او حدوث انزلاق يبقى في غضروف صغير او التهابات في المفاصل ما بين الفقرات المريض بيشتكي من الم في رقبته الالم ده بيسمع في لوح الكتف ممكن يشتكي من صداع ودي اكتر الشكاوي اللي بتجنن ان هو يجي بصداع شديد جدا بسبب ال... ال... والمشكله جايه من رقبته وياخد مسكنات وادويه مضادات الالتهابات والمسكنات أي. ما بيرتاحش طبعا احنا في الاول بنبدا بالعلاج التحفظي اللي هي ادويه مضادات الالتهابات ممكن نعمل بعض الاكسرسايز او التمارين اللي هي تقوي العضلات بتاعه الرقبه وبندي برضو مضادات الالتهاب ادويه تعالج التهابات الاعصاب مضادات الالتهاب مرخيات العضلات وبنشوف الاستجابه ايه تمام. والله لو الامور اتحسنت مع التمارين والادويه العلاج الطبيعي إيه تمام إيه خلاص لو الامور بقى المشكله مزمنه وما ارتحتش على الادويه مضادات الالتهاب والمسكنات وال إيه بنعمل بقى اشعه متقدمه اللي هي اشعه الرنين بنبص على الفقرات العنقيه لو في الانزلاق يجي في الرقبه من ايه؟ الانزلاق بيجي من ضعف العضلات من شيل الحاجات الثقيلة في الرقبه؟ طبعا وبرده اكتر طبعا في الرقبه في الفقرات العنقيه وبرضو زي ما حضرتك قلتي ان انا اقعد او الموبايلز والناس اللي قاعده على مكاتب ومطية على طول م. طبعا بيجي انزلاقات بتبقى م. حتى ممكن يجي بشكل انزلاقات متعدده المستويات م. وطبعا دي بتسبب الام في الرقبه زي ما قلت بتعمل م. صداع تعمل الم في الكتف لوح الكتف م. تسمع في الدراع ممكن تنزل لوسط الظهر كل المشكله بتبقى من الرقبه م. في الحالات اللي زي كده بقى لو احنا بناخد الادويه والمسكنات مضادات الالتهاب وفي انزلاق بعد فحص المريض يعني ورؤيه الاشعه اللي الرنين في انزلاق او ظروف لامس العصب مم. بنعمل بقى بيبقى في بدائل للجراحه اللي هي الاجراءات التداخليه المحدوده ان احنا مم. بنعالج الانزلاق ده من غير ما نفتح الرقبه طبعا لان الجراحات بتبقى جراحات طبعا, طبعًا. متطوره جدا عشان نفتح الرقبه وخاصه بيبقى قريب من القناه العصبيه وكده تشخيص الانزلاق بيكون عن طريق الاشعه ايه؟ يعني اه الاشعه عاديه؟ افضل الاشعه طبعا اللي بتتعمل هي اشعه الرنين لأنها هي بتبص بشكل دقيق لو في غضروف لو في انزلاق حته بارزه من الغضروف لمسه العصب مم. لو في التهابات على المفاصل حجم الغضروف قد ايه الجزء اللي خارج وزانق على العصب فبيبقى هو ده بيبان في الاشعه المتقدمه طبعا مم. إيه خاصه لو المشكله مزمنه يعني ان المشكله بقى لها فتره وان انا باخد المسكنات ومش مستريح وباخد ادويه ومش مستريح وبدات تاثر على عادتي بدات تاثر على نومي تقاومني من النوم صداع مستمر ايوه حاجه ذكرت موضوع الصداع ده والصداع دي حاجه ما تجيش في دماغ حد خالص ايوه طبعا ان الصداع نتيجه انزلاق ان احنا عارفين ان الصداع ده عينه وجعاه مش عارفه ايه انما انزلاق يعمل صداع دي يعني طبعا. ممكن ما ياخد باله منه والمريض بيلف كتير وياخد ادويه الصداع النصفي والمشكله آه. كلها جايه من رقبته اه وبتبقى وصلت لالام غير محتمله آه طبعا لما بنعمل بقى اجراءات لا بتحل المشكله بتحل مم. مشكله الرقبه الاعراض كلها بتتحسن والصداع مم. طبعا النوبات بتقل والالام الشديده بتاعه الرقبه او الصداع فلا الصداع يعني اكتر الاسباب هي الرقبه عشان كده الفحص والتشخيص ده اهم حاجه عندنا مم. ان احنا نعرف المشكله جايه جاي من منين ايوه طيب ال ال الظهر بقى يعني يعني هو مثلا ال الرقبه بتسمع في في الصداع وتسمع في الكتف وكده الظهر بقى يعمل ايه آه الانزلاقات الغضروفيه القطنيه بتسبب الام في اسفل الظهر ممكن تسمع في منطقه العصعص، طبعا تمسك الرجل اللي هو الاسم الدارج عند الناس اللي هو عرق النسا اللي هو الألم اللي يمسك من منطقه الاليا لحد الصوابع مم. تقلصات في العضلات تنميل آه طبعا اكثر عند السيدات ان يجي الم في منطقه الحوض ألم يمسك من ورا وياخد منطقه الحوض من قدام وده بيبقى في الاغلب برده التهابات على مفصل الحوض او تاكل في مفصل الحوض مم. مع وجود انزلاقات غضروفيه قطنيه مم. صعوبه في الحركه تورم في في الرجل كل طبعا جاي من الظهر وممكن الشكوى كلها تيجي في الرجل ودي اكتر م. لو حته كبيره من الغضروف زنقه على العصب يجي الالم كله في رجله م. مع الوقفه بيتعب مع القعده بيتعب يبقى في حاجه زنقه على العصب او ضغط على العصب وطبعا برده زي ما احنا قلنا بالادويه مضادات الالتهاب والمسكنات وبعد كده بنعمل بقى اشعه متقدمه لاشعه الرنين عشان نشوف مستوى الانزلاق او الجزء اللي خرج من الغضروف او ضغط على العصب م. م. والليفرز بتاعته كده. آه آه هنا ده فيديو آه حاجة بتعالج بقى الحالة اللي خدت أدوية أو عملت كل الحاجات التحفظية وبعد كده ما, ما, ما لقيتش نتيجة ملموسة بنعمل إيه بقى؟ ده فيديو بيوضح التردد الحراري مم. لو هو التهابات على المفاصل أو انزلاقات صغيرة خالص يمكن علاجها بالإجراءات التداخلية بدايةً اللي هو التردد الحراري مم. كان زمان بيتعمل الحقن اللي هو حقن الكورتيزون حصل تطور بقى تردد حراري موجات تردديه بتعالج الالتهابات على المفاصل و الاعصاب الملتهبه عشان تحل مشكله الالام اللي في الظهر والألام اللي هي عرق النسا او في التهابات على مفصل الحوض فبنعالجه بالاجراءات التداخليه اللي هو التردد الحراري <applause> في بقى طبعا الاجراءات التداخليه المحدوده اللي احنا بنعالج الغضروف نفسه لو في انزلاق او حته بارزه وزنقه على العصب وعامله اعراض اللي هو الالم الشديد اللي مع القعده الالم لما اقف الالم لما امشي ده بيتعمل بال... بالمنظار ولا ده بيتعمل بيتعمل بقى باجراءات اللي هو التبخير او الليزر ده برده في الفيديوهات اللي هو التبخير التبخير ده نوع من انواع الليزر بيعمل زي قنوات جوه الغضروف فبيخلي الجزء اللي بارز او ضاغط على العصب يبعد عن العصب ده مش جراحه خالص ابره تحت جهاز اشعه زي ما حضرتك شايفه كده وبنوصل للغضروف والتبخير او الليزر بيعمل زي اتشانرز او قنوات جوه الغضروف فبيخلي البروز يبعد عن العصب مم. طبعا ده بيتم بتخدير موضعي من غير فتح ولا جرح والمريض بيخلص يمشي على طول مم. في نفس اليوم او منزلقات انزلاقات متعدده من بنفس الطريقه يعني بيبعد. عنده اكتر من انزلاق في نفس ال... نفس كذا مستوى يعني كذا مستوى يتعملها له في يوم واحد طبعا طبعا وبحقن موضعي بحقن موضعي وطبعا تحت جهاز اشعه زي جهاز الرنين كده وتخدير موضعي طبعا بيناسب الناس اللي هم رافضين الاجراءات الجراحيه او ما فيش دواعي جراحيه طبعا مم. الجراحه ليها دواعي اللي هو سقوط طبعًا. الأدم او عدم تحكم فتبول في, في بعض الحالات اللي هي نسبتها حوالي من 8 ل 10% بتحتاج الاجراء الجراحي الباقي بقى ممكن بنعمل الاجراءات التداخليه منها التبخير او اللي هو الليزر الشفط اللي احنا بنشيل من نواه الغضروف برضه من غير ما نفتح لو بقى حته كبيره ومنفجره بنشيلها بنستأصلها بالمنظار اللي احنا بنشيل الحته دي خالص بس طبعا ده لو هي الحته كبيره قوي وزانقه على العصب وبرده موقفه الرجل وفي الام شديده مع القعده والحركه والمشي بنستأصلها بالمنظار الجانبي اللي احنا برده من غير ما يعني المنظار دلوقتي حتى ما بناخدش غرزه وبنشيل الجزء اللي خانق العصب ده هل بيستدعي انه حضرتك برده بتطلب من المريض انها تخس يعني المريض تخس او كذا؟ ولا ممكن تحل وهي لسه ما هو احنا طبعا يعني في الاجراءات التداخليه عندنا المريض بيتحرك على طول م. يعني الراحه بتبقى مش كبيره يعني اللي هي مثلا من ثلاث ايام لخمس ايام طبعا يفضل وينصح ان احنا بعد كده نحافظ وما نشيلش حاجات تقيله عشان ما يجيش واحد ثاني في رقبته ما يجيش واحد في الفقرات الصدريه مع الوقت فقرات صدريه ممكن يجي انزلاقات في الفقرات الصدريه أنا معرفه مش الصدريه اه الصدرية عنقية صدرية قطنية اللي هي في, اللي و... عنق... ورا في النص بالظبط كده اللي آه. هي في النص آه آه. تمام فبيجي طبعا أحيانا في الفقرات الصدرية مم. وبيبقى عامل ألم في وسط الظهر والألم ده بيسمع في منطقة الضلوع ويبقى الانزلاق واضح جدا وبرضه بيتعالج بنفس الإجراءات مم. فهو طبعا بينصح إن احنا المريض يستريح ما يشيلش حاجات تقيلة بندي بعد كده بعض التمارين مش علاج طبيعي بقى بعض التمارين اللي هي تقوي العضلات تقوي الماسلز عشان ما يجيش واحد تاني لكن هو طبعا لو في انزلاق او بروز او حاجه زنقه على العصب بمجرد ما بنخف الضغط على العصب ونريح العصب لا الاعراض بتتحسن طبعا من الاول. ايه الفرق بين التمارين وبين العلاج الطبيعي؟ التمارين بتبقى يعني حاجات استرتشز ان هي تقوي الماسلز. أوه. اما العلاج الطبيعي بيبقى ليه انواع كتيره منها التنس منها الألتراسونيك اللي هي اجهزه معينه بيحطوها عشان تداوي الالتهابات لكن طبعا دي بتبقى حاجات سطحيه مم. غير الاجراءات عندنا احنا برضو بنعالج المشكله من جوه يعني لو في انزلاق بارز وزنق على العصب والمريض بيعمل علاج طبيعي فترات طويله مم. فلا الاجراءات التداخليه بتبقى حاجات علاجيه إحنا يعني بنحل المشكله من جوه طبعاً. وبالتالي العرب بيتحسن لان في حاجه زنقه أه بعدت فالعصب يرتفع الاعراض راحت مم. غير بقى الحاجات السطحيه اللي من بره اللي هي ما بتبقاش مؤثره يعني مم. او بتديله راحه وقتيه أيوة. ساعه اتنين يوم طيب. لكن طبعا دا... مش هيحلها يعني حضرتك ذكرت الحقنه بتاعة الكورتيزون دي كانت شهرين ويرجع الالم زي ما هو وكانها مسكن مثلا طويل شويه التدخلات المحدوده دي مؤقته ولا دائمه؟ الاجراءات التداخليه المحدوده مع اختيار الحاله والتشخيص المظبوط يعني لو هو انزلاق بروز ولا مثلا زي ما قلت لحضرتك وإحنا عالجنا المشكله او عالجنا الانزلاق او حجبناه او شلنا من نواه الغضروف أو لو حتة كبيرة منفجرة واستأصلناها بالمنظار لا هي إجراءات علاجية هي بدائل الجراح والتردد الحراري بيعالج الالتهابات وبيعالج الآلام لكن لازم يتعمل الإجراءات التداخلية المحدودة اللي هي الإجراءات العلاجية طب التردد بيناسب بعض الحالات لو انزلاقات صغيرة في الرقبة وعاملة آلام وعاملة صداع ومشكلة مزمنة وبدأ يتداخل مع حياته ومش عارف يعيش من الآلام الشديدة ومن الصداع والآلام اللي في لا بنعمل تردد بيبقى كفاية جدا إنه أيه. يحل المشكلة بنسب مرضية طبعا مم. هو المريض بيلجا في بعض الحالات ان هو يحقن او كده ما بتبقاش نتائج مرضيه لان لازم يحين. الاجراء يحقن كورتيزون زي ما حضرتك يعني ان هو بياخد حاجه تسكر مفعولها بينتهي يا دكتور مفعولها بينتهي او ما بتجيبش نتيجه مم. هي الفكره تمام. مش طبعا ممكن لان هي لو انزلاقات وبروز وحاجه زنقه آه. بيعملها ما, ما بتريحوش اصلا آه. تمام وحتى لو ريحته يعني هتريحه ده مش, مش علاج بقى مش علاج وبالتالي المريض بياخد انطباع ان انا عملتها وما ارتحتش والموضوع ماهوش كده لأنك ما عملتش اجراء كامل مم. او ما عالجتش بالاجراءات المتطوره او ما حلتش المشكله نفسها مم. تمام بس الركبه بقى لان خشونه الركبه وكده يعني برضو بتحول دون انه ممكن ما تقدرش تمشي ممكن الست ما تمشيش بقى خالص من الالم طبعا خشونه الركبه اللي هو يعني طبعا نقص الماده الزيتيه وتاكل الغضروف الداخلي داخل مم. المفصل بيبدا المريض يشتكي من الام شديده في ركبته او تورم او صعوبه في الحركه والمشي بنبدا برضو بالادوات التحفظيه منها الجلوكوزامين الحاجات اللي هي بتبني او بتحسن او يعني بنسميها حاجات تعويضيه لكن طبعا دي بتحد من تدهور الحاله او بتوقف يعني مش مش هتوقف التدهور لكن بتوقفه في حته معينه مش هتحل المشكله لو الامور بقى ما على المسكنات ومضادات الالتهاب والخشونه اتطورت اه يعني الالام اتطورت والتورم والالام وصعوبه الحركه بنعمل احنا بقى اجراءات اللي هو الحقن كان زمان بيتحقن الماده الزيتيه اللي هو الهيدرونيك اسيد حصل تطور بقت الخلايا النشطه اللي احنا بناخد عينه من دم المريض وبنفصل منها البلازما العلاجيه وبنطلع عوامل النمو اللي هي الجروس فاكتور وبنحقنها جوه المفصل تحت جهاز الاشعه وبنعمل تردد حراري زي ما حضرتك شايفه كده في الصوره على المفصل التردد بيحل مشكله الالم أوه. بيعالج الالتهابات اللي على الاعصاب. هنا عنده ايه وتعالج ازاي؟ ده تردد حراري على الاعصاب المغذيه للركبه، بيبقى فيه ثلاث اعصاب يغذي الركبه. مم. بنوصل للعصب تحت جهاز الاشعه وبنعالجه بالتردد الحراري. مم. كويس؟ وده برضه بيناسب الحالات اللي هي يعني خدت جربت الحقن، جربت المسكنات وما ارتاحتش والمشكله مزمنه ورافض الاجراء الجراحي او مش هيناسبها الاجراء الجراحي لكبر سنها لصعوبه عمل الاجراء إيه الجراحي. اللي هو تغيير المفصل. اللي هو تغيير المفصل. بالظبط. ده, ده مش معناه ان هو مم. لأ تغيير المفصل ليه ده واعي طبعا في حالات متقدمة جدا المريض ما عادش بيتحرك خالص لكن احنا بنعمل اجراءات بديلة بنسبتها مم. الطب هو دي حاجة احنا بنقول ان احنا مريضة عندنا نسب عندها سكر مريضة يعني في السن قوي بالظبط الاجراءات التداخليه بتبقى حل بديل بنسب مم. مرضيه مم. احنا مش بنقول ان هو 100% لكن هو بنسب معقوله الحالات المتوسطه بتتحسن بنسبه 70 80% الحالات المتقدمه بتتحسن ان الالم يخف يعرف يتني احسن من الاول طلوع السلم يبقى احسن ما ياخدش مسكنات بنسب طبعا ولازم طبعا احنا بنوضح ده للمريض طبعا لازم بعد قد ايه بان النتيجه؟ الاجراءات التداخليه طبعا هي حسب صعوبه يعني حسب الحل. التشخيص وحسب صعوبه الحاله، لو خشونه متقدمه جدا في الركبه لا الموضوع بياخد وقت، لو خشونه متوسطه بتتحسن من الاول، لكن الحالات المتقدمه لا بتاخد معانا وقت، اه بيحس ان الالم خفف في الاول، ما عادش بياخد مسكنات، طبعا. الاعراض اتحسنت الوقت ده بيحصل فيه ايه يعني؟ يعني الوقت كل ما يطول هو بيحصل ايه؟ ما هو خلاص عمل ال, ال الوقت بيفرق في, الـ الـ بيفرق في الجينريش ال الاصلاح أوه. يعني الماده اللي اتحقنت الخلايا النشطه اللي اتحقنت مثلا جوه الركبه دي أوه. حاجات اصلاحيه أوه. فهتاخد وقت قبل ما يحصل اصلاح عادة بناء او كده بالظبط كده لو التهابات شديده وتورم واخد حضرتك قبل ما الميه دي تنشف والالتهاب ده يروق بياخد وقت مم. اللي هو متوسطه مثلا 30 يوم بيبقى احسن من الاول لكن كل ما بيمر الوقت احنا عندنا الاجراءات تداخليه حتى التبخير والشفط والحاجات دي كلها لما الغضروف احنا طبعا بنعمل اجراءات تبعد مثلا عن العصب طبعا المريض بيتحسن في الاول من اول شهر اه انا اتحسنت لكن لسه الاعراض مم. ان لما اقف اتعب دي اللي بتاخد معانا وقت شويه اللي هو يوصل لحته الرضا اللي هي عندنا بتبقى حوالي 80% بيوصل لها لكن بتبقى في اختلاف ما بين الاشخاص طبعا. في ناس بتوصل عند شهر في ناس بتوصل عند شهر ونص بيبقى في شويه اختلاف وفي ناس من الاول على طول التحسن بيبان على طول مم. فدايما انا يعني بقول للمريض دايما يعني لو اتحسنت اه انا اتحسنت بس لسه في شويه فبقول له بس اصبر معايا اسبوعين كمان مم. وفعلا يجي الاسبوعين الاقي بدات الاعراض تتحسن والدنيا تهدى وال... جميل طيب المفروض انه يعني اول ما يحس بألم بسيط يبدأ يدور ولا ولا لما يتم الموضوع غير محتمل؟ بص حضرتك احنا هو لو الموضوع يعني هو طبعا لو هو الم بسيط وبناخد مضادات الالتهاب وبنعمل تمارين وبناخد حاجات اللي هي تهدي الالم او تهدي الالتهابات شويه وبنشوف والله لو الامور اتحسنت خلاص لو الموضوع اتكرر بقى مره واثنين وثلاثه واربعه وبدات الشكوى دي تتداخل مع حياتي ان انا مش عارف اقعد ومش عارف امشي ومش عارف انزل مش عارف اسوق العربيه مش عارف اتحرك وادي الحاجات المطلوبه مني او الوظائف المطلوبه مني لا في الوقت ده لازم يبقى في تشخيص م. على الاقل ان انا ابقى مشخص أوه. ابقى عارف المشكله جايه جاي من منين مم. ممكن يكون في حته كبيره قوي انزلاق كبير قوي ضاغط وعامل مشكله على الاقل انا شخصت وكده كده احنا بنعمل متابعه نفوله برضه هنجرب كل كنا الطرق كنا زمان بنقول ديسك هو ايه الديسك ده كنا بنسميه ما هو الديسك الغضروف الانزلاق آه. يعني حضرتك عارف الفقره فقره وفقره ما بينهم ديسك آه. اللي بيحصل ان هو مع التحميل او خمل الحاجات التقيله وضعف العضلات الانزلاق او الحته اللي هو المفصلات اللي ما بين أوه. الفقرتين بتخرج وتزنق على العصب أوه. هي وراها العصب فهو ده اللي فيه المشكله مم. احنا بقى بنبعده عن العصب بنخف الضغط بنعالج العصب نفسه فالاعراض بتتحسن بس طيب وقت قد ايه المريض يعني ياخد مسكنات يعني لان المسكنات دي اخطر شيء ومؤثرة على المدى الطويل. احنا طبعا بنبدا في الاول بالمضادات الالتهاب والمسكنات مثلا على الاقل 10 15 يوم. مم. لو الامور اتحسنت وبدا يشعر بتحسن بنكررها تاني مع طبعا سحب الادوية اللي تأثر على المعدة أو تأثر على وظائف الكلى. طبعا حسب كل مريض لو الناس الكبار في السن ببقى مم. طبعا متابع وظائف الكلى ما بديش بدي أدوية ما تأثرش على الكلى خالص وكده. اشوف بقى الاستجابه ايه وبتابعه والله لو الامور اتحسنت بشيل الادويه ممكن نعمل بقى اكسرسايز تمارين ونشوف مم. لو الامور بقى جربنا كل الادويه ومش مرتاحين وعملنا الاشعاعات ولفينا لا في الوقت ده بنعمل بقى الاجراءات اللي هي حاجات غير جراحيه وتحل المشكله ده جهاز ايه ولا ده؟ إيه؟ ده اجراء تردد حراري على العصب م. الخامس، برضه ده احد وظائف التر... يعني العصب ال... الخامس ده في الوجه العصب الخامس في الوجه، المريض آه. بيشتكي من الام شديده جدا بالوجه آه. بشكل نوبات كهربائيه، العصب الخامس بيبقى ليه ثلاث افرع، جزء بيغذي العين، آه. جزء بيغذي الخد، جزء بيغذي الفك. زي الكهرباء كده. طبعا وبتبقى الام طبعاً. شديده جدا هو اسمه سويسايد ديسيز اسمه مرض الانتحار. يا ساتر يا رب. في نوبات المريض بيوصل يعني الام مبرحه. آه. تمام؟ فبرضه هو التردد الحراري بنشوف العقده دي تحت جهاز الاشعه باجراءات تداخليه محدوده بنوصل للعقده العصبيه بتاعه العصب الخامس وبنعالجها بالتردد الحراري التردد الحراري بيكوي الانسجه الملتهبه المتهيجه هما وجدوا ان في فايبرز او انسجه متهيجه بتتكوى بالتردد الحراري في الوش و... جوه في الوجه بالظبط دي مهمه جدا جدا طبعا يعني الموضوع مش بس عظام لا طبعا هو التردد الحراري بيعالج الاعصاب الالتهابات على الاعصاب اذا كانت الاعصاب ديت انزلاقات غضروفيه ولمس العصب سواء عنقيه او قطنيه آم. او صدريه خشونه في مفصل الكتف بنعالج العصب المغذي للكتف التهاب في مفصل الفخذ نفس الكلام آه. خشونه في مفصل الركبه بنعالجها بالتردد الحراري آه. وكذلك في العصب الخامس لو صداع برضه ليه عقد عصبيه بنغذيها فهو ليه طبعا استخدامات كتير عندنا يعني يعني انا بشكر حضرتك يا دكتور شكرا جزيلا شكراً دكتور جزيلاً. محمد موسى دكتوراه واستشاري الام العمود الفقري طب جامعه القاهره واستشاري مدرس علاج الالام بكليه طب جامعه المنصوره نور شكراً, شكرا لحضرتك أنا شكرا لحضرتك شكراً, شكراً, شكرا لكم شكراً علي حسن لك. المتابعه اشوفكم علي خير في حلقه بكره باذن الله